هذا الفيديو الثالث، رانا جبدنا لكم شوي سلع اللي راح تلقوها ان شاء الله في الفرع الجديد، فرع ولاية الجزائر العاصمة بلدية بير خادم. نذكركم الفرع ان شاء الله غدوة راهو يفتح بعد الافطار، اذا كان ما فتحناش غدوة راهو ماكسيموم بعد غدوة. مرحبا بكم، كيما انه ماموركم على بالكم الصفحة هذه راهي جديدة اللي تمثل الفرع دير خادم، لازم تعاونونا شوية بلي بارتاج. ومرحبا بكم، الفرع الرئيسي راهو في ولاية تبسة وسط المدينة، وهذا فرع جديد. هذه السلعة كيما راكم تشوفوا فيها راهي الدفعة الأولى، والدفعة الثانية إن شاء الله راهي توجد بعد العيد إن شاء الله. فيها الفتلة، مرحبا بكم. بالنسبة للأسعار نورمالمون رانا ونبدو نفتحو المحل إن شاء الله، راح نهبطولكم كل يوم القطع، كل قطعة نهبطوها بالسومة. الأخت هبة الرحمن اللهم زد وبارك ما شاء الله تعالى، شكرا ربي يحفظك بارك الله فيك، مرحبا بك. نذكركم المحل راهو في بلدية بير خادم حي سرابي، كيما المسجد الكبير كاين بازار جديد اسمه بازار صافية، نحنا رانا موجودين داخل البازار ان شاء الله. الافتتاح راح يكون غدوة بعد الإفطار إن شاء الله. يا جماعة دي فيو راهي ناقصة، البارتاج راهو ناقص، ديرو بوز ان شاء الله ونجملو شوية لي في، راح نبدا نعرض لكم السلعة الاخرى، كونوا في الموعد ورانا صغارين ان شاء الله. مرحبا بكم، كادر الله يبارك ما شاء الله، هذا ذهب الخالص. وكم السعر الاخ كادر؟ ما همش ذهب، هذو مفضة جديدة تاع تايلاند، ما كانش فرق بينهم بين الذهب كيما راك تشوف. مرحبا بيك، هذه السلعة تلقوها ان شاء الله في المحل الجديد، محل فرع العاصمة بلدية بير خادم. وبالنسبة للفرع تاع ولاية تبسة راح تكون هذه السلعة ان شاء الله بعد العيد في ولاية تبسة، حاليا راهي في الجزائر العاصمة الفرع الجديد كما راكم تشوفوا.
مصطفى اياد، الله يبارك ربي يحفظك يبارك فيك. جميل جميل، نذكركم خاوتي هذه السلعة الجديدة اللي راح تلقوها في الفرع تاع بير خادم، مرحبا بكم، فيها سلعة محلية، كاين سلعة تاع تايلاند، موديلات حصرية، موديلات ما كانش فرق بينها وبين الذهب، ومرحبا بكم. ريتال بشحال هذه؟ مفهمتكش ريتال، ما عمريش راكي تقصدي واش من قطعة. غدوة ان شاء الله الاخت ريتال نبدو في العمل، وراح نحط نعرضو لكم البضاعة، نعرضو لكم كل قطعة مرفقة بالسعر الخاص بها. لازمك تشاركي في الصفحة، ديري ابوني فوارون بريمير، ما يفوتكش الجديد ان شاء الله. يا جماعه لي بارطاج راهو ما كانش، ولي في راهي ناقصه لهذا الفيديو الثالث، هذه الدفعه الاولى، بضاعه راهي ماهيش كامله، ان شاء الله الدفعه الثانيه اللي تخص الفتله راح تكون بعد العيد ان شاء الله. واختريتها ان شاء الله، شكرا، ربي يحفظك. كاين هذا، هذا مدي بوكل، شرك سناسن، كاين فيه مدي بوكل تاعهم و لي غورمات. هذا كاين فيه بارير، هذا موتيف تاع بارير كامل. لي بارطاج خاوتي، خلينا نصغرو
نقولكم السلعة راهي ما كانش راهي أول مرة. بارطاج خيوتي صفحة راهي جديدة كما راكم تشوفوا. مبروك ان شاء الله عتمة مربوحة. الغدوة ان شاء الله نفتحوا نورمالمون بعد الفطور. مرحبا بكم، نذكركم المحل راهو في بلدية بير خادم في حي سيرابي، كاين بازار جديد اسمه بازار صافية، احنا رانا لداخل نورمالمون راكم تعرفوا البلاصة. اذا كان ما فهمتوش اتصلوا بينا في الخاص، دوك نعطوكم كل حال، نعطوكم الادرس بالتفصيل. هذا الفيديو الثالث خاوتي، لي فيو راهي ناقصه ولي بارطاج راهم ناقصين. الفيديو الاول كان في المستوى، هذا راهو بارير كيما راكم تشوفوا. فرق كل حاجة واحد. هذه غرمات هذه غرمات تاع بارير، وغدوة إن شاء الله نوريكم نهبطوهم. ان شاء الله راح نبدا نهبط لكم كل قطعه الصوره تاعها مرفقه بالسعر، واللي يحب يتقدم المحل نورمالمون غدوه بعد الفطور ان شاء الله نفتحو المحل. نذكر باللي راهو في بلديه بير خادم. Mm-hmm.